وتدور وتلاوع. ولسه بتلف وتدور وتلاوع. أقرب طريق بالنقطتين الخط المستقيم يا سيد ممدوح. أنا عارف، عارف إنك متورط في ثروة أخويا من ساعة ما بعت له جواب على عنوان المستشفى في لندن. مش أنت برضه اللي بعت الجواب؟ تمام، هو اللي بعته. فهم السيوف ده كان ليه دقات غريبة دولا عن كل اللي حواليه. ما استأمنش غير ممدوح سعيد عده، وأنا المحامي بتاعه سنين طويلة عشرة، ونسيبه كمان ما استأمنيش، مستأمن ممدوح. حقك. كان عنده نظرة، بس نظرته ما خيبتش الصراحة. بس تعرف منصور السيوفي كان ساذج، لأنه تخيل إن جوازه من بنت أختك هيكون ما تخليك. يعني أنت اتجوزتها عشاني؟ إنه القدر يا عزيز. مستر منصور؟ منصور السيوفي كان بيتردد على مكان قريب من المستشفى في لندن. جه الجرسون في يوم وقال له إن في تلغراف يخص زبونة بتتردد على نفس المكان بس غايبة بقالها أسبوع. الجرسون كان فاكر إن هم يعرفوا بعض لأن هما الاتنين مصريين. منصور في الأول تخيل إن ده ملعوب من فهمي، أصله مش طبيعي يجي تلغراف مذكور فيه مصنع السيوفي في التوقيت ده وفي المكان ده ويقع في إيده. الإجابات كلها جت بالطلب من مصر عن طريق الأستاذ عزة الدرويش المحامي. جمعت له معلومات على قد ما أقدر عن منير وأخته كاميليا واللي ابوها مات في المصنع من سنين. اتقصيت كمان عن حدوته الذهب وعنه، وبعت له كل المعلومات دي في جواب بالسيم. ومن هنا الخطه اترسمت وابتدت تتنفذ. انت مصريه؟ والموضوع اتطور بسرعة شديدة. منصور؟ تتجوزيني يا كاميليا؟ مسكينة كانت فاكرة إنها قابلتني صدفة. بنت أختك دي زي ما أكون ما صدقت، قعدت ترتب الانتقام من قبل حتى ما توصل للقاهرة. كمان بعتت لي رسالة عشان يتواصل معايا. وهي كانت عاوزة منك ايه يا استاذ عز؟ صدقني لحد دلوقتي معرفش. لقد ما انعدم اعتبرها دفعة أولى، وكاميليا لما تيجي هتبقى تديك كمان. طب عدم مؤاخذة لو فيها رزالة يعني ممكن أعرف هي عايزة ايه بالظبط قصاد الفلوس دي؟ لا أنا معرفش، أنا مجرد مرسال لا أكتر ولا أقل. أمال تمام يا مرسال، يبقى هسلم لي عليها قوي لحد ما توصل بالسلامة إن شاء الله. ما أنا قلت لك أنا مرسال، أنت بقى سلم عليها لما هي تيجي. سلام.